حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. إعادة افتتاح متحف الآثار في محافظة شبوة. صحيفة العربي الجديد تقول إن الأطفال المهمشون محرومون من الدراسة في صنعاء. ومن أخبارنا المنوعة، طفل ماليزي في الثالثة يصبح أصغر عبقري في العالم. أهلا بكم. البداية من موقع الصحوة ونت، والذي تحدث عن المعارك الأخيرة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي. فقد تمكنت قوات الجيش الوطني من إسقاط 3 طائرات مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب وجبهة نهم. والناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن عبدو مجلي قال إن أبطال القوات المسلحة يخوضون معارك ميدانية ضد ميليشيا الحوثي على امتداد مختلف الجبهات في صنعاء والجوف والبيضاء وصرواح. وأضاف: الجيش تمكن من استدراج محكم في حريب نهم وإفشال محاولات تسلل لبعض المواقع في جبهة الغيل بالجوف ونقطة الكسارة لعرقلة الطريق العام الرابط بين مأرب والجوف، كما أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 2 مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي على أطراف محافظة مأرب وأخرى في جبهة نهم بصنعاء. وذكر أيضا أن الميليشيا أطلقت صاروخا استهدف أحد المساجد القريبة من القوات الخاصة بمدينة مأرب، نتج عنه إصابة عدد من الأشخاص. وأشار إلى أن تصعيد الميليشيا لعمليات استهداف المساجد والمواقع الآهلة بالسكان والأعيان المدنية تأتي ردا على الهزائم التي تتلقاها في مختلف الجبهات القتالية، وتؤكد النزعة الانتقامية لتلك الميليشيا ضد الشعب اليمني عبر الإذلال والكهنوت والخراب. الدكتورة سامية عبد المجيد الأغبري قالت في مقال لها على موقع المشاهد نت إن قرار المجلس السياسي الأعلى في صنعاء بإيقاف التعامل بالإصدار النقدي الجديد جاء فجائيا وغير مدروس، وخلف تبعا لذلك آثارا اقتصادية سلبية وكارثية على المواطنين، ولم يراعي القرار الأوضاع الاقتصادية البائسة للمواطنين المغلوبين على أمرهم. وأضافت: حالة من الطوارئ سادت صنعاء وبقية المحافظات التابعة لسلطة جماعة الحوثي في سباق محموم للتخلص من العملة الجديدة واستبدالها بالعملة القديمة المهترئة. ومن المشاهد المؤلمة أن أحد المواطنين أسعف أحد أقاربه لأحد المستشفيات وحاول الدفع بالعملة الجديدة التي بحوزته، لكن إدارة المستشفى رفضت وذهب ليصرفها، لكن الكل رفض عملته الجديدة، وكان الوقت ضيقا بالنسبة له وهو يسابق الزمن، مما أدى إلى تدهور حالة المريض ووفاته. وهناك بعض التجار الذين يمتلكون مبالغ كبيرة من العملة الجديدة بالملايين، فجاء القرار الفجائي ليصدمهم لدرجة أن أحدهم حين لم يجد مجالا لتحويل عملته إلى القديمة، وحتى إن وجد سيخسر عمولات تدفع للمضاربين بالعملات القديمة والجديدة، فشعر بالإحباط والقهر وقام على الفور بإحراق كل ما بحوزته من العملة الجديدة. ولعل من المثير للاستغراب أن تجارة استبدال العملة الجديدة بالقديمة والعكس نشطت بدرجة كبيرة، حيث استغل تجار الحروب والفاسدين كالعادة ظروف وحاجة المواطنين الملحة، ووافقوا على استبدال العملة الجديدة بالقديمة مقابل عمولة، في كل 100,000 ريال تخصم 10,000 ريال. ومن الأمور المضحكة وشر البلية ما يضحك أن بعض المواطنين ممن لا يمتلكون غير العملة الجديدة يستقل الباص، وحين يهم بدفع الأجرة بالعملة الجديدة ينظر إليه السائق بتخوف كأنه رأى شيئا مرعبا، فيقول له بفزع: خلاص انزل، مسامحك من الأجرة. في المقابل يتم أيضا في المناطق التي تحت سلطة الشرعية رفض التعامل بالعملة القديمة، مما يسبب معاناة للمواطنين. وهكذا أصبح المواطن اليمني على طول الساحة اليمنية ضحية لصراع العملة المدمر بين مطرقة أنصار الله وسندان الشرعية، وزادت معاناته أكثر من ذي قبل.
إذن لم تكتفي ميليشيا الحوثي بخطف الدولة فقط بل وأيضا الطفولة، ففي ثلاجة ذمار ترقد جثث 6 أطفال فارقوا الحياة بسبب الميليشيا. يقول موقع المنظر أونلاين في التفاصيل إن جثامين 6 أطفال وصلت إلى ثلاجة مستشفى ذمار العام، كانت الميليشيا قد اختطفتهم قبل نحو 45 يوما من حي الجمارك شمال غربية مدينة ذمار، وأزجت بهم في الخطوط الأمامية لجبهة الحدود. وذكرت المصادر أن 2 من الأطفال تم تشييع جثمانيهما صباح هذا اليوم، بينما لا تزال جثث الآخرين في ثلاجة المستشفى. وحمل أهالي الأطفال ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن مقتل أطفالهم واختطافهم قبل ذلك دون علمهم، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الدولية القيام بدورها الإنساني لإنصافهم من الميليشيا التي ألقت بفلذات أكبادهم إلى محارق الموت بعد اختطافهم. منظمات وتقارير حقوقية محلية ودولية ذكرت أن ما يزيد عن 2000 طفل من محافظة ذمار قتلوا في صفوف ميليشيات الحوثي منذ العام 2014، وحتى اللحظة غالبيتهم من الأسر الفقيرة ومن أبناء الأرياف. في شبوة أعيد افتتاح متحف للآثار بحسب موقع المشاهد نت، والذي أضاف أيضا أن متحف الآثار في المحافظة أعيد افتتاحه بعد تأهيله وترميمه من قبل السلطة المحلية. محافظ المحافظة محمد بن عديو قال إن المتحف يضم أكثر من 3000 قطعة أثرية يعود تاريخها إلى الدول اليمنية القديمة مثل الدولة الأوسانية والقتبانية والحضرمية والحميرية. واعتبر بن عديو أن بقايا آثار الدولة اليمنية أو الدول اليمنية القديمة في شبوة هو دلالة بأنها تمثل العمق الحقيقي للحضارات اليمنية القديمة. بينما أشار مدير متحف الآثار بمحافظة شبوة خيران الزبيدي إلى أن وجود كميات كبيرة من القطع الأثرية التي يحويها المتحف هو نتاج البحث والتنقيب ل7 بعثات دولية متعددة الجنسيات تمت سابقا في 4 مواقع أثرية في المحافظة. ولفت الزبيدي إلى أن المتحف يحتوي أيضا على عدد من المقتنيات الأثرية والقطع الحجرية التي أثبتت الدراسات أن لها علاقة ببداية وجود الإنسان في محافظة شبوة قبل آلاف السنين. في موقع الحرف 28 كتب بلال الطيب عن العالم الزائف والكلام دون عمل، وعبر عنه بمقال سماه البقبقة الفارغة، وفيه قال: ليست المبالغة مجرد طريقة تفكير آنية أو سلوك عابر، بل مرآة عاكسة لحالة الشعوب المهتمة بالبقبقة الفارغة وبالكلام دون العمل، والتي تعوض فشلها بخلق عالم افتراضي زائف. ولأن صورة الحقيقة عندهم مشوهة من الأساس، يعتقد المفرطون في المبالغة أنهم دوماً على حق، وأنهم يحسنون صنعاً ويعطون الأشياء أكبر وأصغر من حجمها، ويمنحون الناس أكثر وأصغر من وزنهم، ولا وسطية في حياتهم الملبدة بالزيف والمسكونة بالتذمر والشكوى. والأسوأ أنهم يسعون إلى فرض نظرتهم القاصرة على الآخرين. الإساب في تعظيم وتقديس سلالة بعينها والجزم بأنها الأحق بالحكم والولاية مبالغة في الكهنوتية والعنصرية، والعمل على احتقار هذه السلالة وتشويه كل ما يتصل بها قريبه وبعيده مبالغة في ردة الفعل الانتقامية والعنصرية المضادة، وتمني الموت لليهود والأمريكان وقتل المسلمين اليمنيين مبالغة في النفاق والإرهاب، وشكر من يدمر بلدنا ويطعننا من الخلف مبالغة في العمالة والارتزاق، وإلقاء التهم التخوينية لكل من يخالفنا الرأي والموقف جزافاً مبالغة في الكذب والافتراء. ما سبق عناوين صادمة تلخص واقعنا الأسود، ولا مؤشرات حتى اللحظة لانقشاعها أو خفض وتيرتها. وقديماً قال أجدادنا: ربنا باعد بين أسفارنا. وحديثاً قال إخوة لنا: شكراً لمن دمر بلدنا، وأعلنوها حرباً عالمية. ولأننا بالغنا طول الوقت في ظلم أنفسنا، استحقينا عقوبة فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. حكم عليهم منذ مئات السنين بالعيش على هامش الحياة، وهكذا جاءت تسميتهم بالمهمشين. تقول صحيفة العرب الجديد: مهمشون في صنعاء يشكون من عدم السماح لأطفالهم بدخول المدارس الحكومية نتيجة عدم قدرتهم على دفع الرسوم الشهرية. خالد عطيفة وهو من فئة المهمشين قال للعرب الجديد: إدارة مدرسة زينب في منطقة حزيز في صنعاء منعت أطفالي من الدخول إلى قاعات الدراسة بسبب عدم سدادهم الرسوم الشهرية
التي فرضتها بداية العام الدراسي، مشيرا إلى أن المدرسة فرضت مبلغ 1000 ريال يمني على كل طالب في الشهر، وأنا لدي 5 أطفال جميعهم يدرسون ولا أستطيع دفع المبلغ بشكل منتظم بسبب تردي أوضاعي المعيشية. نعمة حسن وهي من فئة المهمشين أيضا طالبت وزارة التربية والتعليم بسرعة إلزام المدارس الحكومية في صنعاء بإلغاء الرسوم الدراسية الشهرية التي فرضتها على الطلاب حرصا على مستقبلهم من الضياع. المدارس الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي كانت قد فرضت في منتصف ديسمبر مبلغ 1000 ريال يمني شهريا على كل طالب لتوفير رواتب للمعلمين المنقطعة رواتبهم. تضيف الصحيفة أن المهمشين يشكلون 12% من إجمالي سكان اليمن، يتوزعون على مختلف محافظات البلاد وفقا لآخر الإحصاءات الرسمية. عن صناعة اليأس المجتمعي كتب هاشم نايل المجالي في جريدة الدستور الأردني، وقال أيضا: الناظر في واقع الأمة العربية يصيبه القنوط واليأس والإحباط، وإنها في تزايد مستمر، ولم تكن وليدة سياسة عشوائية، بل كانت وليدة سياسة ممنهجة مدروسة صرحت بها العديد من الدول الكبرى في نظرية الفوضى الخلاقة التي أنتجها العقل الاستراتيجي الأمريكي في التعامل مع الدول العربية. والفوضى الخلاقة بمفهومها هو تدمير البناء وإعادة البناء وفق المخطط الذي يخدم مصالح الدول الكبرى وتسعى إلى وصول المجتمعات العربية إلى أقصى درجات الفوضى عنفاً وإراقة للدماء، حيث يصبح بناء تلك المجتمعات بهويات جديدة تخدم مصالحهم. والفوضى الخلاقة تعني بالسياسة تلك الفجوة التي يشعر بها المواطن بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون عليه. هذا الفارق بضيقه أو اتساعه ينعكس على حجم الاستقرار بشكل أو بآخر، حيث يتم تصميم آلية ونوعية وطبيعة الحركات الفوضوية كما هو الحال في لبنان والعراق والانقسامات في ليبيا وغيرها. وهذه الدول الكبرى بقوتهم ومالهم وسطوتهم يظنون أنهم على حق، فهم يقتلون الحالة السياسية النافعة في أي دولة عربية حتى تصل إلى حالة اليأس والإحباط، أي أنهم يصنعون الإحباط السياسي. ونحن نعلم أنه لا توجد أي دولة في العالم تسير في منحنى ثابت، بل في منحنيات متعرجة صعودا ونزولا. الأهم ألا تفقد أي دولة قدرتها على الصعود والذي يسببه الإحباط واليأس، حتى لا تضطر إلى حالة النزول إلى قعر المنحنى. لكن التغيير والإصلاح الممنهج كفيل بإعادة ترتيب الأوراق والصفوف من أجل الصعود للاستسلام، حتى لا تخلق الفوضى في مجتمعاتنا ونحافظ على هويتنا الوطنية. وفي كل مرحلة تصنع تلك الدول الكبرى صراعات موهومة وأزمات مصطنعة حتى يبقى مسار المال مستمر التدفق إلى الغرب، ولقد أظهرت سياسة الولايات المتحدة ذلك بكل وضوح. صحيفة القدس العربية أوردت خبراً قالت فيه أن السلطات الأمريكية ألقت القبض على رجل من ولاية فلوريدا له آراء معادية للحكومة، قام بطعن رئيسه في العمل ووضع العلم الأمريكي بجوار الجثة. والسبب بصحيح حسب الصحيفة جدال احتدم بينهما، حيث كان الضحية يدعم الرئيس دونالد ترامب بينما يعارض القاتل سياسات الحكومة. وقال مكتب مقاطعة أورانج إن ماسون توني متهم بقتل مديره ويليام نايت في موقع بناء بالقرب من الطريق السريع، فيما تم القبض على توني بعد بحث لم يتجاوز ساعة. شهود أكدوا أن المتهم والضحية كانا صديقين وكانا يتنقلان من مكان عمل إلى آخر عندما دخلا في جدال بسبب خلافاتهما السياسية. في 30 من عمره ومع ذلك استطاع إبهار الجميع بعد أن حصل على مقعد في جمعية منسى البريطانية للعباقرة. فمن هو هذا الطفل الماليزي؟ يجيب عن هذا التساؤل موقع دويتشه فيليه الألماني، حيث تصدر طفل ماليزي يبلغ من العمر 3 أعوام عناوين الصحف في الآونة الأخيرة بعدما صار أصغر عضو في جمعية للعباقرة. جمعية منسى البريطانية هي مجتمع دولي لذوي معدلات الذكاء المرتفعة، وتنتشر فروعها في 80 دولة في أنحاء العالم، وتضم عضوياتها أكثر من 100,000 شخص. الطفل هاريز نظيم محمد حلمي نعيم الذي يعيش في بريطانيا مع والديه انضم مؤخرا إلى جمعية منسى بعدما نال 142 درجة في مقياس ستانفورد بنينت للذكاء، ليكون ضمن نسبة 3% من الأذكياء في العالم. لم يتوقع والدا الطفل أنيرا إسيكين ومحمد حلمي نعيم
اللذان درسا الهندسة أن يظهر ابنهما علامات على مثل هذا الذكاء العبقري في هذا العمر المبكر. والدته قالت: لم يكن لدينا الكثير من الخبرة، ولذلك كنا نعتقد أن الأطفال جميعهم سواء، ولم نعلم بالأمر إلا عندما بدأ بالذهاب إلى الحضانة. الحياة البرية بلقطات أسبوعية توثقها عدسات مصوري صحيفة الجارديان البريطانية، نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. رسوم الكاريكاتير فن يقدم خبرا ويحكي قصصا ليوصل المعنى للمتابع بطريقة مختصرة، نتابع. إذن بهذه المجموعة من الصحف ورسوم الكاريكاتير والصور نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.